الحسن ذاك المسألة الأولى الحسن المأذون ذاك أنويذ المبتدا أنويذ الخبر الحسن المأذون تفضل حبيت نسمع لكم يعني على الأقل ولو بالاجتهاد الحسن المأذون المقصود شو يقصد أي معليش قبل السؤال شو يقصد يقصد المأذون به شرعا حسن هذا ما كان باش نفهموا الحسن والقبيح خاطر هي مقدمات مهمه معقده صعبه عسيره ولكنها مهمه تحضرنا لاستيعاب مسائل علم الاصول الحسن المأذون المأذون به معنى المقصود به بذا كلمه المأذون معنى المأذون به شرعا بلا ما ندخل في التفاصيل المبتدا والخبر ممكن يكون معرف معرف نكره كذا نكره الى اخره بلا ما ندخل التفاصيل خاطر تاخذ وقت طويل أشهدنا واجبا ومندوبا ومباحا الواجب كما عرفناه يثاب فاعله ويعاقب تاركه المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والوصف الجامع هو الحسن هل ذكر هنا الحرام هل ذكر المكروه ما ذكرهم ما ذكرهمش بعد التقسيمات اللاحقه في واحد التقسيمات عجيبه عند سكوت الجهه الواجب والمندوب سي الجهه النظن الحرام والمكروه ذي سلماس المباح يعني في تفاصيل سياتي بينها في وقت مناسب. اذا مساله الحسن المأذون ينادى واجبا ومندوبا ومباحا. يعني هذه الامور اذن بها الشرع. اذن بالواجبات واذن بالمندوبات واذن بالمباحات. قيل وفعل غير المكلف. لاش يبغى ديني بلي تصرفات وافعال غير المكلف هي ايضا تدخل في الحسن يعني ما الذي يدخل في الحسن او في الحسن يدخل فيه الواجبات والمندوبات والمباحات هذا كله حسن ولكن لنقي ديرنان كما قال تاج الدين السبكي وفعل غير المكلف المكلف وفعل غير المكلف غير المكلف وين لم يجري عليه القلم مثلا الصغير أمشطوح لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وين ماهوش مسؤول لا يؤاخذ على افعاله مشطوح مزي صار 4 سنين 5 سنين اشو يخدم وزماتنا عقبه تو ظل حبس نتعاقب دي فوفيس خطر مزي نغ نائم ونطس رفع عنه القلم نغ المجنون ايضا والعقل مناط التكليف اذا لا يكلف ولكن ذكي تجدين سبكي مدينة وفعل غير المكلف على بالك العلماء ايضا ردوا عليه الناس ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق لانه الصغير ما نعاقبوش على كل افعاله ولكن كان امور في حدود عمره ننهاه خاطر الخساره ما يلاقش شي طفل كاسي يرزى ما يخدمك في خسارين صافي تجد كان كذا في عجب الحال غير تكمل الى قيونها لذلك الناس لازم يقيد يعني هذا الكلام ليس على اطلاقه لازم يقيد بغير المحظور معنى ما كان نافعا الله يبارك ما كان ضارا يمنع تربية وتوجيها وإرشادا هكذا ولا ما الذي ولا مسلوف وكذا تخالف مولاني يصنع وكذا تحسن إلى آخره قالوا سخسر أنا وخدم أنا بالك يسوى لحظاتك الوعي ينتبه مش عارف هو ليس مسؤولا صح لا يؤاخذ ولكن لا يمكن أن نصف أفعاله بالحسن في النهاية
لا يمكن أن يوصف المحظور الضار الفساد ولو صدر من غير مكلف لا يمكن أن يوصف بالحسن. وتعليق العلماء في الصميم. أم بعد أشدنا تجدين سبكي والقبيح صافي هضرت في الحسن تهضر في القبيح ما في الحسن تهضر القبيح. والقبيح المنهي كلام مختصر لي فلاش كان كي المنهي يعني ما جاء في شأنه نغبي شأنه نهي صريح نهي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا نهيتكم عنه ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ربي سبحانه اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم تزمر. والفقهاء لم أمرك تسقط عن النبي العجز وعدم القدرة إن بالعجز عدم القدرة أو بالنسيان إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم رفع الإثم يقتضي رفع الحكم إنه القبيح المنهي هذا هو الأصل ولو بالعموم يعني ولو لم يأتي بالخصوص. وبعدين قال كفى دخل خلاف الأولى ومضى خلاف الأولى سيأتي بيانه بالتفصيل في الوقت المناسب ما رشيني واجي خلاف الأولى يعني الأولى فعل ضد الشيء وإذا فعلته فقد خالفت الأولى خلاف الأولى. لذلك مباشرة أجاب قالك والقبيح المنهي ولو بالعموم ولو بالعموم ماشي بالخصوص. وبعدين فدخل خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين رجع مرة أخرى إلى إمام الجويني صاحب البرهان صاحب الورقات اللي قال ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. بمعنى المكروه لا يدخل في القبيح والحسن هذا هو المراد والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.